لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. تقدم أن نفي الإيمان استعمل في الشرع بمعنيين، معنى الكفر أو النفاق كقوله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. وقوله عز وجل في الكفار من أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فنفي الإيمان هنا السياق بين وواضح أنه بمعنى الكفر. ويستعمل نفي الإيمان لانتفاء الإيمان الواجب دون أصل الإيمان، يبقى أصل الإيمان وينتفي الإيمان الواجب، والإيمان الواجب صاحبه يستحق دخول الجنة لأول وهلة دون أن يعذب في النار. والإيمان الناقص عن القدر الواجب يستحق صاحبه أن يعذب في النار ولكن لا يخلد فيها، وهو في المشيئة. يمكن أن يدخل النار ويمكن أن لا يدخل، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي رجحت سيئاته على حسناته أو نقص إيمانه عن القدر الواجب يستحق دخول النار. هل يدخلها أم لا؟ قد يدخلها وقد لا يدخلها، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف ينتهبها وهو مؤمن، ويرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. وقد أجمع العلماء على أن الزاني والسارق وشارب الخمر لا يكفر، خلافا للخوارج القائلين بالتكفير بالذنوب والكبائر، وهو قول باطل يخالف صريح القرآن وصريح السنة. هذا الحديث ضمن هذا النوع الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفى الإيمان إلا إذا أحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه ويقبل عليه ما يقبله على نفسه. وهذا في المقام الأول يشمل أمور الطاعات، وهذا لا يلزم منه عدم التنافس، بل هو يحب أن يكون أسبق إلى الله عز وجل،
كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأن أحب أن أكون سابقا إلى الله ذلك أمر مشروع لا ينافي الإيمان، بل هو من الإيمان. ولكن كيف يكون ذلك وهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نقول يحب جنس الطاعات، وأما قدرها ونوعها وتقدمه وتميزه فيها فهذا لو أحب أن يسبق إلى الله فهو من المتنافسين في الخير، والله أعلم وأعلم. وأما في أمور الدنيا فأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أيضا من أنواع الخير، وذلك أن المؤمن يحب الخير للمؤمنين عموما ويرحمهم ويتعاطف معهم، فلذلك يحب لهم ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث عام يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. وبعض العلماء وبعض الشارحين لما تصور أن هذا الأمر أعني أنه لا بد وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدنيا أن ذلك عسير جدا، قال بأن النفي هنا المقصود به نفي الإيمان المستحب، وهذا لم يستعمل في الكتاب ولا في السنة، ولو جاز ذلك لجاز نفي الإيمان عن الأمة كلها بل والأنبياء، لأن هناك بعضهم أكمل إيمانا من بعض، والنقص هنا في القدر المستحب فقط، وهذا باطل باتفاق العلماء أنه لا يصح أن ينسب الأنبياء إلى نفي الإيمان أن يطلق ذلك. فلما كان هذا قولا باطلا كان معنى الحديث لا يؤمن، أي القدر الواجب من الإيمان. فهذا الحديث في أهمية النصح للمسلمين، وأن يكون في قلبه متمنيا لهم الخير، محبا لهم الطاعات، ومحبا لهم أن يوسع الله عز وجل عليهم أمورهم وأن يقضي حاجاتهم الدينية والدنيوية، وذلك هو الإيمان، لأنه يحقق القدر الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر الثانية قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذا من لوازم الحب في الله أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. ولما كان التحاسد والتباغض مستلزما لترك هذه المحبة كانت هذه الخصال خصالا محرمة، التباغض والتحاسد والتدابر، لأنه يؤدي إلى فقد المحبة الإيمانية بين المسلمين. وعنه قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري، حديث عظيم القدر، يدل على أن حقيقة النصر هو العمل بالطاعة، وأن حقيقة الهزيمة هو الخذلان عنها والعمل بمعصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المعنى الذي دل عليه الحديث كان قد أشكل على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: أنصره مظلوما، أي ما قد فهم هذا الأمر، أعرف كيف أنصره مظلوما، أنصره حتى يرجع إليه حقه وأن يعني ينتصر من ظالمه، فأنا أقف معه حتى ينتصر. كيف إذن ينصره ظالما؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يكون ظالما مغلوب من الشيطان، الشيطان قد غلبه، ونفسه الأمارة بالسوء قد غلبته، فلذلك تنصره على الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، فعند ذلك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتمنعه من الظلم. فإن ذلك نصر له على شيطانه وعلى نصره الأمارة بالسوء، فيكون هذا الواجب في حق أخيه المسلم إذا ظلم غيره ووقع في ظلمهم، والله أعلى وأعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. كلمة حق تشمل القدر الواجب والقدر المستحب، والواجب يشمل فرض الكفاية وفرض العين، وهذا الحديث يشمل هذه الأشياء. حق المسلم على المسلم رد السلام، فهذا إذا كان منفردين صار فرض عين. وقد نقل غير واحد الإجماع على أن البدء بالسلام سنة وأن الرد فرض واجب. مع أن الاتفاق على أن الابتداء سنة ليس صحيحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فدل ذلك على أنه إذا ترك السلام، ترك إلقاء السلام بعد ثلاث أثم. وهناك صور من فرض الكفاية في رد السلام، وذلك أن يكون المسلم عليهم جماعة، فيجزئ أن يرد أحد منهم، وكذا إذا كانوا جماعة قد دخلوا فيجزئ أن يسلم أحدهم. قال: وعيادة المريض، أكثر العلماء يطلقون أنها سنة مؤكدة، والظاهر أن منها قدر واجب، وذلك إذا كان ترك الزيارة بالكلية يحزن المؤمن
ويؤثر على حال نفسه وقلبه. فلذلك عيادة المريض قد وردت بصيغة الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عود المريض وكف العاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، ولذلك لا ينبغي أن يترك ذلك بالكلية، فإن المريض يحزن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تناجي اثنين دون الثالث، قال: من أجل أن ذلك يحزن، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين. وأما اتباع الجنائز ففرض كفاية أيضا على الصحيح من أقوال العلماء، يلزمهم أن يتبع بعضهم الجنازة. ولا يجوز أن يترك المسلم دون دفن، وهذا يستلزم أن يحمله إلى قبره جمع، فهذا فرض كفاية. مستحب في حق أحد الناس، ولكن بشرط أن يوجد طائفة تقوم بهذا الواجب وإجابة الدعوة. الحديث على ظاهره في إجابة الدعوة في وجوب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا صريح في الإثم إذا ترك إجابة الدعوة. إلا أن يوجد منكرات في المكان أو في المدعوين، مثل أن يوجد معازف وتبرج نساء ونحو ذلك، فيكون الإنسان معذورا في ترك الحضور في هذه الحالة. العبرة بحقائق الكلمات وهو يدل على وجود العزم. إذا كان في سياق يدل على الدعوة حقيقة، أما إذا كان السياق يدل على أنها مجرد كلمة ليست دعوة حقيقية، فلا بأس أن يعتذر له. وعموما إذا اعتذر الإنسان عن إجابة الدعوة فقبل ذلك، فهو معذور، قد سقط عنه الإثم بذلك. قال: وتشميت العاطس في الحديث. من عطس فحمد الله كان حقا على كل من يسمعه أن يشمده. فتشميت العاطس عام، خصص في الحديث بأن يكون حمد الله، وبين أنه فرض عين على كل سامع، لأنه قال: ففرض على كل من سمعه أن يشمته. والتشميت أن يقول له: يرحمك الله. فهذا واجب على كل من سمعه وليس فقط فرض كفاية، وليس فقط بعضهم، لأنه قال: فحق على كل من سمعه.
أن يسمده. قال وفي رواية لمسلم حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، تبدأه بالسلام، وهذا حق مستحب، وقد يكون واجبا إذا ترك ربما أدى ذلك إلى التقاطع وهو محرم. قال وإذا دعاك فأجبه، كما ذكرنا عرسا كان أو نحوه، والإجابة تحصل بالحضور حتى ولو لم يأكل، فإنه إذا حضر فقد أجاب دعوته، فإن شاء أكل وإن شاء دعا. قال وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك نصيحة في زواج أو في تجارة أو في تعامل مالي مع شخص كقرض أو عارية أو شركة أو غير ذلك، وكذلك في أمر الزواج وفي أمر الطلاق، ففي كل هذه الأمور يجب عليه، يلزمه أن ينصحه، أو يستحب إذا وجد غيره ينصحه، يعني يمكن أن يكون فرض كفاية. ومن أجل هذا الاستنصاح جازت الغيبة بهذه النية وهذا الغرض، أن الشخص يذكر عيب المنصوح فيه شأنه حتى يحذر الشخص الآخر من أذيته بذلك. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، وقد ذكرنا حدود عيادة المريض، وإذا مات فاتبعه، وهذا الواجب منه في اتباع الجنائز فرض كفاية كما ذكرنا، والمستحب فضله عظيم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.